هذا السائل أبو إبراهيم يقول لي زميل عنده استراحة كبيرة وبها جلسات ويقتني كلب في هذه الاستراحة وبعض القطط، ونحن نتردد علي بين الفينة والأخرى للجلوس والفكاهة في هذه الاستراحة، فما حكم اقتناء الكلاب في مثل هذه الاستراحات؟ ما اقتناء القطط فلا حاجة إليه ولا داعي له، وأما اقتناء الكلب لأجل الحراسة إذا كانت الاستراحة تحتاج إلى حراسة، فيها زرع فيها مواشي تحتاج إلى حراسة، فلا بأس باتخاذ الكلب للحراسة. وإذا لم يكن فيها منكرات ولا تضييع للصلوات فلا بأس أن تزوروه فيها وأن تجلسوا معه تستأنسوا معه. نعم.